أهلا من جديد. يجري وفد من حركة حماس مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة في إطار مقترح لاتفاق جديد قدمته مصر وقطر. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. وفد من حركة حماس حط في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات بهدف وقف إطلاق النار في قطاع غزة. فمن المقرر أن يناقش وفد الحركة اقتراح هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب المستمرة على القطاع منذ نحو 7 أشهر. تقارير إعلامية تقول إن الاقتراح الجديد هو اتفاق يشمل إطلاق سراح أقل من 40 أسيرا إسرائيليا في غزة مقابل الإفراج عن فلسطينيين من سجون إسرائيلية، ومرحلة ثانية من هدنة تشمل فترة هدوء مستدام، وهو رد إسرائيل على مطلب حماس بوقف دائم لإطلاق النار. ويشمل الاتفاق أيضا أن تسمح إسرائيل بحرية الحركة بين شمالي وجنوبي قطاع غزة وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من القطاع. التقارير المتوفرة حتى الآن تقول إن حركة حماس تناقش تفاصيل عن خطوط عريضة في المقترح، فتريد الحركة أن تكون جميع بنود الاتفاق واضحة بكل تفاصيلها، في حين تنقل مصادر صحفية عن الحركة أن تساؤلاتها الحالية ليست قضايا كبيرة، في إشارة إلى أن الاتفاق قد يتم ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية. المفاوضات التي يجري خلفها غضب غير مسبوق من الشارع الشعبي الغربي ضد الحكومات الداعمة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة، تزامنا مع خلافات تعصف بالبيت الداخلي الإسرائيلي بشأن ضرورة تحرير الرهائن. وكل هذا يدفع باتجاه وقف إطلاق النار الذي انتظره الفلسطينيون طويلا، فربما يوقع الاتفاق في أي لحظة وتنجو مدينة رفح من عملية إسرائيلية محتملة إذا تم تنفيذها ستشهد المنطقة المكتظة بالسكان مذبحة جديدة تنتهي بتنديد دولي لا يغني ولا يسمن من جوع. نقاش حول هذا الأمر معي من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي عماد أبو الروس. أهلا بك بداية سيد عماد. قبل أن نبدأ النقاش فقط أورد هذا العاجل الذي أتى قبل قليل عبر القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، الذي يقول بأن الحديث عن مغادرة حماس لقطر دعاية غير صحيحة، ربما يصب ذلك في إطار الضغط على حماس. سيد عماد، في هذا السياق ثمة أسئلة يبدو أن حماس سلمتها للوسطاء بالنسبة للمقترح الجديد متعلقة بمسألة وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة. ما المتوقع من رد هذه الأطراف إزاء هذه التساؤلات؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كما تعلمون جميعا بأن حركة حماس حددت 4 شروط للتوصل لوقف إطلاق النار، لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسر مع الاحتلال الإسرائيلي. الشرط الأول يتمثل في الحصول على ضمانات دولية خاصة من الولايات المتحدة بوقف الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على قطاع غزة. البند الآخر والثاني وهو انسحاب الاحتلال الإسرائيلي حتى منطقة احتياج أو غلاف غزة. البند الثالث يتعلق بعودة النازحين من غير قيد أو شرط من منطقة جنوب قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة. والشرط الرابع متعلق بإعادة إعمار وفك الحصار عن قطاع غزة. حركة حماس وضعت هذه الشروط الأربعة من أجل التوصل لإطار عام لأي اتفاق لإطلاق النار. لكن الإشكالية ليست ضد حركة حماس، الإشكالية كما نعلم جميعا هو التعنت الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد من حكومة الائتلاف الائتلاف اليميني لحكومة نتنياهو. وكما نعلم بأن هناك خلافات حقيقية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي في إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار مع حركة حماس. هناك تهديدات من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وسيموتريتش الوزير في حكومة الاحتلال، يتحدثون عن إنهاء الائتلاف وإنهاء الحكومة إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار. هؤلاء هم اليمين المتطرف الذي يريد إبقاء الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وإبقاء مسلسل العدوان والمجازفة في قطاع غزة دون رقيب لهم في لكي يقوموا بأكبر
بقدر ممكن من القيام بمخططات اليمينية المتطرفة. بالتالي ثمة أزمة سياسية داخلية وثمة استعصاء عسكري يواجهه نتنياهو في قطاع غزة إزاء عدم تحقيق أي من أهدافه العسكرية. في ظل هذه الظروف إلى أي مدى يمكن أن يقتنص هذه الفرصة، فرصة المقترح الجديد، وأن يذعن فعلا نتنياهو لهذا الاتفاق؟ نعم، نتنياهو يريد فقط تبادل الأسرى، كما نعلم بأن اتفاق وقف النار المعروض من المقترح من الجانب المصري يتعلق بهدنة مؤقتة، لا تتحدث عن استدامة لوقف إطلاق النار، ولا يتحدث عن انسحاب فعلي للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. نتنياهو فقط يريد أن يحدث صفقة تبادل أسرى ويعيد الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة ثم يستأنف العدوان، وهذا ما ترفضه حركة حماس. هو يراهن على التهديد بالقيام بعملية رفح، ويراهن بشن المزيد من العدوان على قطاع غزة وممارسة الضغط بشكل أكبر على حركة حماس من أجل قبول شروطه التي يوميها للأسف على بعض. حتى الآن يبدو موقف حماس السياسي منسجم مع القرار العسكري، لكن إلى متى سيد عماد؟ يعني هذا السؤال يسأل اليوم، إلى متى وعلى ماذا تعول حماس في ظل هذا التعنت الإسرائيلي والدعم الأمريكي الذي لا يبدو أنه تغير؟ نعم، حركة حماس تعول على صمود المقاومة الفلسطينية التي ما زالت تنتفض من تحت ركام الذي تسببه الاحتلال الإسرائيلي، كما نرى بأن المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للاحتلال الإسرائيلي. المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحدث بأنه قام بإنهاء الكتائب التابعة لحركة حماس في تلك المناطق، مرة أخرى تخرج هذه الكتائب لتقوم بقصف مستوطنات العدو الصهيوني، تقوم بعمليات ضد الاحتلال وأعداد كما حدث عند معبر نتساريم. يعني سؤالي الأخير سيد عماد، لكن هل من المحتمل حسب رأيك أن يتغير هذا الموقف إذا ما قرر نتنياهو في لحظة طيشان كما يقال بالعامية أن يدخل رفح عسكريا؟ يعني أنا لا أعتقد. حركة حماس كما قلت لك بأنها وضعت أربع شروط لا غير قابلة للتغيير أو التبديل أو حتى النقاش في وقف العدوان الإسرائيلي، لذلك لا أعتقد بأن قد يحدث المقترح المصري أي اختراق، والسبب ليس موقف حركة حماس بل تعنت الاحتلال الإسرائيلي في استمرارية العدوان على قطاع غزة، لأن نتنياهو يدرك جيدا بأن القبول والخنوع لشروط حركة حماس يعني انتهاءه سياسيا وانتهاء الائتلاف اليميني المتطرف. إذن سيد عماد أبو الروس الكاتب والمحلل السياسي ليس متفائلا بإتمام هذا الاتفاق. شكرا جزيلا لك سيد عماد، كنت معنا من اسطنبول. الشكر الموصول لكم مشاهدينا. سوريا اليوم انتهى، حلقة جديدة ومحاور جديدة غدا. إلى اللقاء.